هاي جايز، شلونكم؟ شو اخباركم؟ فيديو اليوم فيديو تنسيقات الدوام، وراح ارد على كم سؤال انسالوا يعني كانوا مكتوبين بالكومنتات بالفيديوهات اللي طافوا. فخلنا نبلش بيوم الاحد. اول اوتفيت طلعته راح يكون هذا، هذه الجوزه مالت زارا مع البنطلون هذا مال فرانكي. هذول عندي اياهم من زمان. شو يسمونه الحين وايد حابين يعني بالالوان اللي يكونون شي نفس الشيء او الدرجات. انا عموما عن نفسي احب هالستايل، ومن زمان وانا يعني البس هالشيء. وايد احب ابيض على ابيض، اسود باسود، بيج ببيج، زيتي على زيتي، احب كذي. وهم اللي هي اللي يصير تدرجات اللون، يعني ما يكونون بالضبط نفس اللون. مثلا تكون هذا فاتح، هذا شوي اغمج، مثلا ممكن الاوف وايت مع الابيض، زيتي فاتح مع زيتي غامج، حتى الكحلي مع ازرق، وايد حلوين. واتوقع انه وايد سهل بعد ان تلبسون كذي، يعني سهل انه يتركب. هالقطع دائما تركب باكثر من طريقه، يعني هذا تصير على جينز، تصير على بنطلون اسود، نفس الشيء. هذا البنطلون اللي لبسته مع وايد اشياء، قميص ابيض، قميص سماوي، بلايز بيضة، تي شيرت ابيض. فهذا النوع من اللبس وايد مريح ووايد حلو ووايد ستايل، وتقدرين ان انت تلعبين فيه على راحتك، يعني مو انه خلاص لوك يصير لوك معين وخلاص. فيا هذا اول لبس. راح اركب معاه الحزام الارمز لونه اللي هو الجولد مع الجنطه الارمز بعد البيركن الجولد. احس راح يصير شكله وايد راقي ووايد حلو وشي دوام وسمبل وناعم. فهذا انا الستايل انا وايد افضله. اوكي الحين خل نقرا سؤال. اوكي في سؤال واحده كاتبت لي ان تبي فيديوهات عن الدايت. انت جيتي للانسان الحيل غلط عشان تسألينا. انا كلش ما اعرف حق الدايت ولا اسوي دايت، واساسا اساسا اساسا انا انسانه مو هيلثي حتى، يعني انا احب وايد خرابيط، وايد اكل كاكاو، بطاط، بيبسي، هالسوالف. فما اعرف صراحه اسوي دايت، بس اشوف رفيجاتي مثلا الاشياء اللي يسوونها، هم يشتركون بالوجبات، يعني في وايد مطاعم تسوي اللي هو نظام الوجبات، وكله اشوفهم يعني يطلبون منهم، وصراحه في نتيجه يعني يضعفون. بس انه لازم يكون طبعا في رياضه، يعني ما تعتمدين بس على الوجبات. ففي مطاعم وايد، وفي بعد مطاعم شو تسوي ان انت تقدرين مثلا تطلبين الاكل تجربينه قبل لا تسوين اشتراك، فهذا بعد عشان تذوقين الاكل يعني. فما ادري اذا هذا راح يفيدك، يعني اتوقع يعني يمكن تدرين اساسا بهالمعلومات، بس ان انا مع الدايت انا كلش مو ربع، فما راح اقدر افيدك بهالشيء. سؤال ثاني، وحده سالتني سمر نبي عنايتك بالشعر. انا مسوي فيديوهات ترى من قبل وايد متكلمه عن العنايه بشعري وكذي. بس خل اقولك مثلا ابديت، ان شاء الله راح اسوي فيديو اتكلم فيه بالتفصيل عن اشياء جديده، او مثلا اخر الاشياء اللي استخدمتها وحبيتها. بس عنايتي الحاليه انا لازلت استخدم الشامبو والبلسم ملوت كرستاس اللي لونهم بنفسجي، وايد احبهم. واول مره ابدي احط زيت، يعني انا اول الماسكات اللي اسويها كلها ماسكات ترطيب، مثلا اولبلكس، كرستاس، الاشياء هذه. بس ان احط زيت هذا كان اول مره. الحين يمكن وصلت 4 جلسات سويت، وايد حبيت انه يعني انه حسيت انه كان تغذيه بالفروه. بس انا لان شعري دهني فهو اذا ما تخلي الزيت بشعري وايد، يعني نص ساعه بس ونشيله. وقبل لا تحط تسوي لي ديتوكس، فتحط لي الشامبو مال تي تري ثيادور مال تي تري، وتحط لي بعد الصنفرة فيصنفرون الشعر عدل. بعدين تحط لي اياه، اقعد نص ساعة، بعدين لما تشيله تحط لي ماسك على الاطراف، لانها ما تحط الزيت على الاطراف، تحط لي اياه بس بالقمة، وعلى الاطراف تحط لي مثلا اي ماسك ترطيب، واقعد بالجهاز كذي ب10 دقائق، بعدين انها تغسل لي اياه. سويت قلت لكم 4 جلسات، حبيت فقط انه ما يطيح الشعر، يعني لما امشط ما قاعد يطيح. انا اساسا بس ما عندي تساقط، بس حسيت الفرق انه لما امشط ما في نهائيا شعر قاعد يطيح. بس شيء ثاني لاحظت ان انا شعري قام يصير دهني زياده،
فشي في اسبوع طنشت ما سويت وبس سويت ديتوكس حق شعري، حطيت يعني استخدمت شامبوات وصنفرات وكذي، بعدين قلت ان ارد اكمل يعني شوي، ان عطيت بريك لان انا كنت قاعده اسوي كل اسبوع كل اسبوع كذي مره، فقلت يمكن شوي لازم اوقف لان شوي حسيت قاعده ادهن، بس حسيت الشعر شوي حيوي يعني شوي صار غير يعني ما ادري. فانا اول مره كنت احط زيت، وهي انا متكلمه يعني بفلوجات من قبل عن شنو الاشياء اللي تحط لي اياها، فهي تسوي خلطه زيوت يعني ما تحط زيت واحد معين، لا تسوي خلطه زيوت ما اتذكر بالضبط، بس كنا كان في بذور كتان ومورينجا يمكن واشياء كذي ما ادري، بس انا اسوي هالجلسات وكل الاشياء العنايه بشعري اسوي عند هويده بصالون كحله وديره من البسالميه، لا حتى الصبغه حتى الاشياء هذه. فان شاء الله راح اسوي فيديو اتكلم فيه بالتفصيل عن الاشياء اللي جربتها واشياء حبيتها وارد اعيدها، وشنو الشامبوات والبلسم اللي انصح فيهم، وشنو العنايه اللي بالبيت. طبعا اي احط بعد السيروم دائما لان انا اسوي شعري بالبيت عرفته، يعني انا استشور وكذي يعني لما بس اروح صالون عشان يسوي لي جلسه هم هني يستشورون لي، بس عاده انا اتسبح واسوي شعري وسواء ويفي وكذي، فاحط الاشياء هذا ويفي نور فعشان لا تزعل انزين، فاحط دائما سيروم، والسيروم دائما اللي استخدمه اكثر شيء كريستاس فوايد احبه اللي هو هم لونه بنفسجي. فيا وان شاء الله قلت لك راح اسوي فيديو اتكلم فيه بالتفصيل، وهم كانت في بنيتي بي فيديو شلون اسشور شعري، فراح اسوي بنفس الفيديو يكون فيه شلون اسشور شعري والعنايه نتكلم فيها بالتفصيل. الحين نيجي عند يوم الاثنين، يوم الاثنين خلنا نلبس اسود عشان يصير شوي غير عن البيجي. هذه سنورتي يمكن صار لها ما يمكن 5 سنين عندي من زارة، وايد أحبها لأن طولها وايد بيرفكت، خاصة الحين التنانين يا تنزل وايد قصيرة يا تنزل وايد طويلة، فما في تنورة اللي هي مثلا تصير على الركبة تحت الركبة، هذه اللي أقدر ألبسهم دوام ما أحصل، فهذه الوحيدة اللي عندي من زمان وما كلش ما وزعتها ولا سويت فيها شيء لأنها وايد حلوة. وهذا هم من زارة وايد حبيت اللي هو ساير كذي قصير وفي كتافات، فافتكر اني راح البسهم مع جوتي رياضه ابيض، يمكن المكوين الابيض اللي فيه من وراء اسود احس راح يطلع شكله حلو، مع كذي جنطه سهله عادي اقدر اركب اي شيء، فاحس شيء شكله حلو، البس توب ابيض من تحت، واكيد باللبس راح يبين لما اصور واراويكم اياه باللبس راح يصير شكله حلو. فيا الجاكيت اكيد موجود الحين بزارة، بس التنوره اكيد لا، واذا في اي شيء للينك راح احط لكم ديسكريبشن بوكس احط اللينكات عشان تشوفونهم. ناخذ سؤال ثاني. اوكي في وايد قاعد يكتبون كومنتات اللي طمنونا على زيون طمنونا على زيون. بنات هذه مو زيونة اللي هي بنتي، البنية اللي تعبت الله يشافيها يا رب، اسمها زين بس مو زيونة، فوايد ناس كان عبالهم من زيونة قاعد يكتبون وايد طمنين على زيون، في ناس ليش ولا بالانستغرام، ولان انتم بعد زيون ما قاعد تنزل وايد بتيك توك فعبالكم هي، بس لان زيون بالمدرسة والحين هي ب 12 فمو وايد في وقت انها تقعد على تيك توك يعني وكذي، بس فمو هي بس ثانك يو حق كل اللي سالوا يعني والله ما قصرتوا، فثانك يو لانه وايد كنتوا خايفين وقاعد تحاتونها وكذي، بس مو هي وان شاء الله يشافيها، البنيه اسمها زين الطيار الله يشافيها يا رب، ادعوا لها لان صدق يعني شوي تعور القلب، بس ادعوا لها ان شاء الله الله يشافيها ويقومها بالسلامه. شنو بعد؟ اوكي نرجع خلينا نشوف في بعد سؤال. اوكي واحدة كاتبت لي الجينز مال برشكا شنو اسمه ما لقيته، هو اسمه سكيتر، راح احط لك الحين شي صوره بس عشان انه في بنات ما شافوه باللبس، لان انا بفلوج مال قطه قلت انه راح اصور لكم اياه وانا لابستها بالمطار، بس لما شفت ان الفلوج كان وايد طويل فما صورته، فالحين راح احط لكم كليب في شكل الجينز باللبس وايد حلو، اسمه سكيتر موجود ببرشكا، صاير طريقته انه هو الوسط ماله من تحت عرفته، فمن فوق صاير شي نماسك ضيج نازل ستريت بعدين صاير واسع، وايد حلو باللبس وايد مريح، وحصلته شريته انا من برشكا قطر،
وصراحة أنا ما أدش على بريشكا أونلاين فما أدري عاد شلون يعني. والله المفروض أحوس أشوف إذا بريشكا، ما أدري أصلاً يوصل ولا ما يوصل. فهذا إجابة على سؤالك. أوكي وفي بعد ناي كتبت لي إن أبيش تسوين قهوتك معانا عشان تبي تعرف شلون أسويها. إن شاء الله راح أسوي بالفلوج الجاي اللي هو يكون شنو سويت هالأسبوع، أسوي القهوة معاكم. وهو عادة أنا قهوتي حيل بورينج يعني، أنا أحط شي نسكافيه كافي ميت وثلج وبس أحوسه، بس الكينج حمد هو اللي يسوي قهوتي يعني، هو اللي مشين وحركات كذي. فدائما لما يكون هو موجود هو اللي يسوي لي القهوة، بس لما اكون انا مثلا بروحي وهو مثلا جاي يعني متاخر او مو او طالع او شيء فانا اسوي القهوه. وعاده كل يوم الصبح اشرب القهوه بالدوام يعني، بدوامنا هم اطلب القهوه يسوون لي اياها، بس بالويكند 90% حمد اللي يسوي لي القهوه. فان شاء الله راح اصور شلون نسوي القهوه وكذي وعشان تشوفونها. والحين خلينا نكمل يوم الثلاثاء. اوكي يوم الثلاثاء راح البس البنطلون الابيض هذا مال زارا، نطرخ نصكه، وايد احبه. ان شاء الله يكون للحين موجود، اذا للحين موجود راح احط لكم اللينك، لان انا كنت حاطه اللينك ماله بفيديوهات من قبل لانه مو اول مره البسه. لبست اكثر من مره ووايد وايد باللبس حلو. بس طبعا بنات انا اي شيء ابيض كذي دائما البس لينك طويل تحته عشان ما اخاف انه يكون يشوف او شيء، فما البس شورت وشي، البس لينك طويل. وقالوا لي بنات بالكومنتات ان مارك سبنسر كنا يبيعون اللي هي شرح البنطلون اللي تصير طويله، ان هذا المفروض اريح من الليجنج. فصراحه انا ما رحت شفت، بس ودي اروح اشيك عليها لان احس انها صدق مفيده. وهذه البلوزه من يونيكلو. الحين شوفوا هذه لونها تشيلي شويه اوف وايت سكري، بس هذا ابيض فمع بعض. واحط هم من الحزام الكليل جولد، احس راح يطلع هم من وايد حلو مع نفس الجنطه بعد. فحلو الستايل. وانا مره لبست هذا مع قميص ابيض فكان حلو يعني، فاتوقع هذا راح البسه يوم الثلاثاء. خلصناهم، نشوف في سؤال. اوكي سامر ما شاء الله اسنانك مسويت لها تبييض، اذا اي نوع؟ شوفوا انا مره واحده سويت تبييض، اسم العمليه مالت التبييض هذه اسمها زوم ان، هي عباره عن قالب يحطون فيه دواء يحطونه على حل يعني بدا على اسنانكم، بعدين يحطون نفس ليزر. هو المفروض يعني الدكتور شنو قال لي، المفروض انه هو تبييض الاسنان 6 درجات، بس مو كل الناس توصل 6 درجات، انا افتحوا درجتين بس لان انا ما قدرت اتحمل العوار، كان يعور يعني. هو حتى قاعد يقول انه مو كل الناس تتعور، بس انا كان قاعد يعورني ولا زال يعورني يعني، لا زال بين فتره وفتره تحوشني هذه الكهرباء مالت الاسنان. فانا صراحه للامانه ما انصح ان تسوي يعني، ما يسوى، وخاصه انه عقب يمكن شهر من قهوه وبيبسي خلاص راح ترجع الاسنان مره ثانيه، فما احس انه يسوى يعني عوارها. بس انت اذا تحسين ان ودك تجربين، يمكن انت مثلا اسنانك ما تتاثر وشي، يمكن انا اسناني حساسه اكثر، فما ادري حمد تقدر تاخذ انزين، يمكن اسنانك ما تتاثر وايد مثلي وكذي، فجربي. هي اسمها زوم ان، موجوده بكل العيادات صراحه. انا ما اذكر حتى العياده اللي سويت فيها شنو، لانه يعني ما كان واو يعني، ما انا ما عجبني يعني. حتى اذكر انه لما صورت، انا صورت ترى العمليه وكان يوم بسافر فيه وقاعد اسوي تجهيزات، فافتكر اسم الفيديو تجهيزات قبل السفر او شيء كذي، كنت مصوره في العياده وهو قاعد يسوي لي وكذي، والنتيجه عقب ما حسيت، النتيجه ما كانت مبينه. هو قال لي انه افتحوا درجتين، بس انا ما حسيت يعني وايد بالنتيجه، بس حسيت بالعوار، فحسيت انه ما له داعي، وقلت بالفيديو انه ما تسوى. بس اذا تبين تجربين شوفي العيادات لما يسوون عروض او سوالف كذي، وساليهم اسم العمليه زوم ان، اذا قالوا لك اي فهي هذا اللي انا سويته، اللي هو ليزر يحطونه، المفروض كنا يحطونه شوي بعدين يشيلون، بعدين يردون يحطون شوي بعدين يشيلون كذي. بس انا يعني ممكن ما طولت ربع ساعه 20 دقيقه وعورني، فما قدرت ان انا اكمل يعني. يمكن لو اسنانك ما تتعور وكملتي يمكن توصلين حق نتيجه زينه. فهي هذا. وشنو بعد؟ اوكي في واحدة كاتبت لي سمر عندي سؤال، ليش وايد تحاتين صوت الاغاني في الفيديو؟ لان دايم اشوف باقي البلوجرز
يصورون بالاغاني والصوت الاغاني عالي. اوكي خل اقول لك المشكله الحين، انا الاغاني اللي اركبها بالفيديو هذه تكون اغاني انا شاريتها. اذا مثلا دشيت مطعم في اغاني، اذا اليوتيوب يعني يقدر يطلع صوت الاغنيه انها واضحه، شفت شلون نسوي شزام لما تحطين يطلع صوت الاغنيه؟ اذا طلع صوت الاغنيه الفيديو تصير عليه كليم، ويكتب لي ان الفيديو عليه كليم، فممكن ينشال الفيديو. فانا ما احب انه يصير شيء انه مكتوب، يعني انه يكون حتى يطلع لي بالاحمر ان الفيديو عليه كليم وكذي، ويحط لي انه مثلا البارت هذا فانه يشيله. فهو اقدر ان انا يكون في صوت اغاني مثلا معروفه 5 ثواني بس، عشان شي مرات بالسياره مع نور لما اشغل لكم الاغاني ادخل الاغاني شي بسرعه، انه يكون كل مقطع بس 5 ثواني من الاغنيه. فهذه هي المشكله، لان اليوتيوب اساسا ما يرضى. بس اذكر ان انا شفت فيديو باليوتيوب عن اليوتيوب نفسهم، كانوا مسويين مؤتمر، شركه يوتيوب نفسها كانت مسويه مؤتمر قاعده تتكلم انها راح تحل هذه المشكله، لان كل البلوجرز يعانون من هذه المشكله، ان الفيديوهات ما يقدرون يحطون عليها اغاني الا تكون اغاني شاريتها. يعني مثلا في اغاني قديمه قبل لا اكون انا اعرف هالمعلومات، عادي كنت اصور واحط اغاني وكذي، بعدين لما رديت اشوف مكتوب عليهم كليم 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 كليم، وفي بارتات انشالت من الفيديوهات القديمه وكذي، عرفته؟ فعشان كذي انا اخاف. بس مثلا اذا كانت الاغنيه موجوده وانا قاعد اتكلم بصوت عالي، اليوتيوب ما يقدر يسمعها عدل، فما يقدر يطلع شنو هي الاغنيه، فما يصير على الفيديو كليم. عشان كذي لما اصور اقعد اتكلم اقول لكم انا خايفه من الفيديو واعلي صوتي عشان انه ما تنسمع، بس اذا انصادت يصير على الفيديو كليم، فما اقدر اني انا احطه. فيا الحين خلينا نكمل يوم الاربعاء. شوفوا هو في قميص انا عندي بس مو لاقيته، بدور عليه بعدين، بس لما القاه راح احط لكم الفيديو وانا لابسته يعني. بس راح البس هذه التنوره، ترى القميص شريته يوم ما شريت هذه التنوره، كان من بانكوك خذيته من زارا، هذا مع قميص كان كذي نص جم وفي زم من هني، راح البسهم احس مع بعض، احس راح يصير شكل شيء وايد هذا الطالبه المجتهده الكيوت، عرفته؟ فيا راح البس هذا مع القميص، واتوقع يمكن البس الجوتي البوتيجا هذا الابيض من تحت اخضر، اتوقع يمكن هذا او يمكن شيء ثاني ما ادري، راح نشوف. بس هذا راح البسه يوم الاربعاء، وايد يشوق، حيل حلو. ويوم الخميس، لا نطرح اسئله عشان ما ابي شو يسمونه، ما ابي ارد على اكثر شيء يعني اقدر عليه، ولان ادري ان انتم اذا شفتوا الفيديو مو وايد طويل راح تعصبون، وترى هذا الفيديو ما يصير يكون وايد طويل، فلا تعصبون اذا كان مو وايد طويل. اوكي هم سمر نبي زيون معاك ونسوي تحديات وفعاليات واشياء، نطر ان شاء الله حتصير العطله واصور معاها، يعني لان هي ترى زيون يمكن انا ما قاعد اشوفها حتى وايد وايد وايد، عندها يعني لويا ومدرسين وكذي، فيعني مو ما في هذا الوقت اللي نقعد نصور شيء. بس ان شاء الله ان شاء الله خل بس تصير عطله او شيء واكيد يعني نصور لكم، يعني اصلا يمكن قاعد افكر ان اسفرها ويكند او شيء شوي خل تريح، لان هي وايد حرام وايد قاعد تدرس، ونسوي فلوجات بالسفر شيء، فاتوقع ان شاء الله راح تستانسون. اوكي وفي سؤال على الكونسيلر مال ميك اب باي ماريو، انا واحده سالتني الكونسيلر خطط ولا ما خطط. انا بفلوج مال قطر كنت مجربه فيه الكونسيلر هذا، كان اول مره، واليوم بعد حاطته، وايد حلو، وايد 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 عجبني. اليوم تقريبا حطيته صار تقريبا 6 ساعات، ما خطت، وايد وايد حبيته. بس بنات شوفوا انا ما قاعده احطه دايركت على عيني، انا قاعده احط الكونسيلر على ايدي، بعدين بفرشه اخذ وطبطب طبطب طبطب، بعدين بيوتي بلندر طبطب طبطب طبطب، وقبل لا اثبت اسوي شيء بصبعيني هذول، امسح كذي مسحه خفيفه بعدين هذا. فبهالطريقه وايد الكونسيلر قاعد يكون كميته شويه، ترى لما تحطين وايد هو اللي شويه ترى يطلع خطوط، وطبعا اكيد مرطبه تحت عيني، بس وايد انا حابه الكونسيلر، يعني قاعد ينور وشكله وايد حلو، انا وايد عاجبني. اوكي سمر من وين نظارتك في اخر الفيديو اللي هو الفيديو مال قطر؟ مو كنت بالمطار لابسه كابوس ونظاره؟ النظاره هذه من برشكا، كنت شاريتها برشكا بدبي، لما كنت مسافره مع اليهال شريتها، اللي هي
عدستها زرقاء وشريت نفسها اللي عدستها برتقالية. فالنظارات هذول من بريشكا عشان سألتوني، وهم نفس الفلوج مال القطر كانوا يبغوا يعرفون سمر من وين الروب الفوشي. الروب الفوشي اللي كنت لابسته من بينك ماخذته، هم كان من بينك اللي بدبي بالمطار شريته. فيا الحين خلينا نشوف يوم الخميس. انا ابي البس هذه لان احس انه مو ما حللتها صراحه وايد، يمكن لبستها مره واحده والحين هذه راح تكون ثاني مره، ووايد عجبتني وانا عجبتني هبه الكارغو، فابي البسها حللها قبل لا تروح الهبه، عرفتوا؟ فبلبس هذه مع ترى هذا نفس الاسود اللي هو هذا مال زارا، بس هذا اللون الاوف وايت. ابي تي البسهم مع بعض مع جوتي رياضه، وودي البس اللي هي هذه اللي هي الجنطة اللي ويفي الخوذ، لان هم من ابي شوي استخدمها قبل لا ندش لشتة، بعدين احس هذه ما راح يصير ستايلها وايد شتوي، فراح البسهم مع بعض يمكن مع جوتي رياضة او مع كعب ما ادري، او يمكن بعدين اغير الجنطة، بس اتوقع اني راح البس الجنطة هذه وكذي توب ابيض وهذا، فاحس انه راح يصير شكله وايد حلو. فهذا راح يكون يوم الخميس. اكيد بنات بعد مو ناسيه راح اسوي لكم فيديو اللي هو تجهيزات الشتاء، بس ترى انا اللي شويه عطل الموضوع ان الفتره هذا الشهر اللي طاف انا سافرت فيه كل ويكند، فوايد في اشياء تعطلت، يعني كان المفروض اني اصورها في دور اطلع بابا انزين، فمو ناسيه راح اسوي لكم تجهيزات الشتاء. راح اسوي لكم بعد في فيديو وايد بخاطر اسوي، بس اللي موحيني شيء واحد، انا ما ادري شنو اكتب اسم عنوان الفيديو بالعربي. عرفتوا الفيديوهات اللي تصير كلين جيرل ميك اب، اللي يصير يعني ما يصير اكتب مكياج البنت النظيفه، يعني هو نوع معين اللي يصير شكل البنيه نظيف كذي وجلوي وحلو، عرفتوا؟ فوايد قاعد اشوف فيديوهات باليوتيوب عنه، فودي اسوي واحد كذي، بس اقترحوا لي شنو اسم الفيديو، يعني انا راح اكتبه اوكي بالانجليزي، بس بالعربي شنو اترجمه؟ ممكن اترجمه انه مكياج اليومي، بس هو مو مكياج اليومي ترى، يعني بس هو هذا اللي هو المكياج اللي يصير شكل بنيه وايد مرتب، مكياج وشعر، يعني حتى مثلا شعر اقدر اسوي سليك ويصير تشيل المكياج وايد شكله مو ثقيل. كتبوا كلين جيرل ميك اب راح تشوفون وايد فيديوهات وايد تشوي، فودي اسوي الفيديو هذا، فحاطه ببالي بسوي هالفيديو وتجهيزات لشتا. وشنو بعد في افكار كنت بسوي لكم اياها؟ اكيد راح اسوي فلوج الاسبوع شنو سويت هالاسبوع، لان هذا يمكن اكثر فيديو وايد تعليقات عليه، لدرجه ان الفلوج اسمه اوكي لدرجه ان الفلوج نازل اسمه شنو سويت هالاسبوع، الكومنتات كاتبين لي سمر متى تسوين فيديو شنو سويت هالاسبوع؟ زين ما هو انتم شنو قاعد تشوفون الحين؟ فوايد وايد في كومنتات على كذي، فهم ان شاء الله راح اسوي. افتكر الفيديو اللي بعد هذا راح يكون شنو سويت هالاسبوع. فيا وللحين قاعد اشتغل بالدار، لان في بنات يبون ابديت شنو صار بالدار، بس قلت لكم لان انا سافرت هذا فصار في وايد تاخير، ان انا يعني ما اشتغلت فيها وكذي، فان شاء الله راح اكمل اشتغل فيها واصور لكم اياها. وبس شنو بعد ابي اقول لكم؟ يا افتكر بس هذه الاشياء. وسوري احس يمكن طاقتي ما كانت وايد مفرفشه لان تعبانه وقاعده اصور لكم بالليل، بس لان ما ابي ان يوم الاربعاء يطوف وما ينزل في فيديو، فصورت بالليل. عاده انا اصور واكون يعني بيوم اجازه، احنا قاعد اصور الحين واحنا بايام الاسبوع، فهذا شوي اللي خلاني كذي احس تعبانه، يعني انا مكياجي هذا من الصبح رديت كذي ما ريحت وكذي وصورت، وبعدين راح اقعد امنتج وانزل فيديو، فشوي حسيت اني تعبانه، بس قلت لا انه خلاص انتم متعودين وتنطرون كل اربعة تشوفون فيديو، فما ابي انه يعني تقعدون ناطرين وبعدين ما انزل شيء. فيا وبس هذا كان هو فيديو اليوم، ان شاء الله تكونون حبيتوه، اذا حبيتوه اعطوا ثمز اب، ولا تنسون تشغلون الجرس او البل عشان يوصلكم نوتيفيكيشن ان نزلت فيديو جديد، فما يطوفكم اي فيديو من فيديوهاتي. واهم شيء اهم شيء اهم شيء لا تنسون تسوون سبسكرايب حق قناتي، لان يا جماعه
وي شود بي فريندز. احبكم وايد واشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي، ويلا باي.